السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. معكم شيماء مره اخرى من مجوهرات اميره. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وبالنسبه للناس ديال الباك حتى هما الله يكمل عليهم بالخير، ان شاء الله يكونوا جابوا مزيان ويكونوا ارتاحوا شي شويه. دونك ان شاء الله اليوم على بركه الله غنبداو دي زارتيكل اللي غادي يكونوا زوينين، وغنديروا شي لايف لي خفيف ظريف عليكم ان شاء الله. دونك كاينين خويتمات خفاف ديال ديما، كاينين خويتمات ديال مارياج، كاين شي حوايج ديال الحضور. دونك غير بقاو معايا ان شاء الله، راه كلشي موجود، مرحبا بكم. دونك نتسناو بالبنات يدخلوا ان شاء الله. واخا درنا لكم اليوم اللايف على غفله، مي راكم عارفين دابا الوقيته دائما تيكون فهاد الوقيته هذه، نهار الاربعاء ونهار السبت. مرحبا بكم لاله فاطمه الزهراء، مرحبا بك. الثمن ديال غورميت اين غورميت لاله فاطمه الزهراء؟ واش اللي لابسه انايا؟ المهم الا كانت اللي لابسه انايا، كاينه هذه ديال رافينيتي دايره 2300 درهم اللي هي 46000 ريال فوالا. وكاين هذا لو كوردون هذا فوالا اللي كيجي حتى هو زوين، تقدروا ديروه كوم كادو، تقدروا تلبسوه نتوما نيت، كيجي غزال، داير 600 درهم. الموتيف اللي فيه راه قاصح 600 درهم اللي هي 12000 ريال. دونك ان شاء الله الا بغيتو دي كادو ولا دي بروبوزيسيون بحال هكا تقدروا تدوزوا معنا بريفي ان شاء الله. راه كاينين بزاف لي موديل، يعني ابتداء من 500 درهم تقريبا الفوق. دونك كاينين دي بري بحال هكا الا بغيتو تبريزونطيهم كوم كادو، سنيسلات، دي غورماد، دي براسلي. سلام اختي شيماء، وعليكم السلام لناديه، وعليكم السلام لفاطمه الزهراء، مرحبا. سلام حبيبه صافا، منوراكم توجور. الهلا يخطيك لاله زينب، شكرا لك بزاف، حتى منوره بوجودكم، تبارك الله عليك. الله يبارك اونصومبل كامل بلافينيتي. لاله فاطمه الزهراء اللي فهمت بغيتي تعرفي الثمن ديال لونصومبل غافينيتي كامل، هذاك تقريبا كيدير 7200 درهم، وانتي طالعه على حسب مثلا واش بغيتي حلقات طوال حلقات صغار. المهم لونصومبل كامل بحلقات فيكس داير 7200 درهم، 144000 ريال. مرحبا. دونك نبدا على بركه الله بالحويلقات، شي حاجه ديال ديما يعني لي بوكل. عندي هذا لو موديل هذا ديال 3 دي فوالا البنات، هذا ديال 3 دي كيجي رائع. وبالنسبه للسداده ديالو راه بهاد لا فاصون هادي فوالا، كيتسد بهاد لا فاصون، نحاول نوريكم فوالا، شي حاجه اللي رائعه في البيسه. وكيدير الثمن ديالهم هادو 1300 درهم اللي هي 26000 ريال، شي حاجه ديال ديما، وكيجيو غزالين في اللبسه فوالا. اكيد اللي عجبتو شي حاجه اي سوفي انه يدير ليها سكرين وصيفط لينا على لي نيميرو دو واتساب اللي ايبانغ لي هنا قدامكم فوالا. هادو كيجيو رائعين في اللبسه. بغيت الحلقات الحفلات لالا رجاء بقاي معايا ان شاء الله، غادي نحاول نوريهم لك. دونك راه موجوده حلقات ديال الحضور حتى هما، بقاي معايا ان شاء الله. عندي كذلك هاد لي بوكل ياسين، هادو فوالا كاينين حتى هادو ديال الورده اللي كيجيو غزالين. لو موتيف ديال الورده هنا قاصح وجاي كبير، حيت كانوا عندنا وحدين صغيورين هادو كبار. دونك هادو اللي درنا هاد المره هادي جايين كبار، كيتسدو بهاد لا فاصون هادي، خاتيك شي حاجه غزاله ديال ديما. وكاين لونصومبل ديالهم كامل كذلك الا بغيتو تكملو لونصومبل، الكورمات، الخاتم ديالهم، السنيسله فوالا، وكيجيو قاصحين وبخاتيك. هادو 750، دونك هادو كيدير الثمن ديالهم 750 درهم البنات، شي حاجه اللي قاصحه فوالا، 15000 ريال 750 درهم فوالا. بغيت السلسله اللي فيها جوج ناس ملاصقين، وي لالا زينب بقاي معايا ان شاء الله، راه غادي نحاول نوريها لك. راه كاين عندي واحد الموديل داك اللي فيه جوج نيسات ملاصقين، تجيبوا لي فوالا. عندي كذلك هذا الموديل، هذا حتى هو 3 دي صغيورين فوالا. هادو كيديروا 18000 ريال اللي هي 900 درهم البنات، هادو كيجيو حتى هما غزالين وبخاتيك فوالا، كيجيو شي حاجه اللي رائعه. وكيدير الثمن ديالهم فقط 18000 ريال اللي هي 900 درهم، يعني ابوبري 90 يورو فوالا البنات. وكيجيو براتيك في اللبسه. عندي كذلك هذا لو موديل فوالا البنات، هذا حتى هو موديل غزال. دونك حاولت نجيب لكم دي زارتيكل اللي يكونوا باثمنه اللي مناسبه.
هادو حتى هما غزالين وفي السداده ديالهم بخاتيك. هادو حتى هما دايرين 900 درهم اللي هي 18000 ريال فوالا ابري 90 يورو كيجيو رائعين. بشحال غورميت اللي في يديك؟ لا زين بزينب بالنسبه لهادي دغافينيتي دايره 2300 درهم اللي هي 140000 ريال. هذه 2300 درهم 140000 ريال ابري 230 يورو كتجي غزاله تقدري تسديها هنا فين ما بغيتي وكاين لونسومبل ديالها كامل. عندي كذلك هذا الموديل ديال لانفيني هذا حتى هو كيجي غزال كيجي هكا في السلودن فوالا كيدير الثمن ديالهم 1200 درهم اللي هي 24000 ريال شي حاجه رائعه. هنا سيختي بالحجر هنا يا سام فوالا البنات شي حاجه غزاله. دونك هادو 1300 درهم اللي هي 26000 ريال ابري 130 يورو لي براس لي عفاف. وي لاله زهيره بقاي معايا ان شاء الله نوريهم لك غير بقاي معايا. عندي كذلك هاد لو موديل اللي كيجيو حويلقات هكا طوال و اون ميم طون خفاف يعني ماشي شي حاجه اللي ثقيله على الودن كيجيو فيهم هكا قليبات قاصحين وهاد لي بول ثلاثه. دونك هادو كيديروا 1300 درهم البنات كيجيو طوال روميين اللي هي 26000 ريال ابري 130 يورو شي حاجه غزاله ورائعه فوالا. وفيهم كذلك هاد لو موديل هذا اللي حتى هو رائع البنات فوالا. هادو كلهم كيجيو بخاتيك تقدروا تلبسوهم لديما وديال الحضره ماشي مشكل فوالا. هادو حتى هما 1300 درهم اللي هي 26000 ريال ابري 130 يورو. لالا ام عمر السلسله اللي في عنقك وريها لينا. وي لالا ام عمر بالنسبه للسلسله اللي في عنقي هي هذه كيجي فيها هذا الموتيف هكا رومي وكبير ومسيرتيه بالحجر شي حاجه قاصحه والسنيسله ديال الشوباغ حتى هي صحيحه. دونك هذا بوحديت بوحديتها هي والسلسله ديالها دايره 7800 درهم كتجي شي حاجه اللي غزاله في اللبسه وحتى من ناحيه الصح قاصحه تقدروا تلبسوها. بالنسبه للبنات اللي كيديروا الزيف كتلبسوها تحت من الزيف وحتى اللي ما كيديروش راه كتجي غزاله كدير 7800 درهم ماشي حاجه اللي فريمون قاصحه ومسيرتيه مزيان. دونك هذه حجراتها مسيرتين مزيان هذه درافينيتي. وعندي كذلك هاد لو موديل البنات فوالا هاد لو موديل الرائع البنات اللي كيجيو غزالين. هادو حتى هما دايرين 3200 درهم اللي هي 64000 ريال كيجيو فيهم لي بول هكا هابطين من الودينات كيجيو غزالين شي حاجه فريمون رائعه في اللبسه ديالها. هادو كيديروا 3200 درهم اللي هي 64000 ريال ابري 230 يورو. وعليكم السلام لالا انصاف حميس علي راتكو ديال اليدين. وي بالنسبه راتكو راه ديسپونيبل هي راه كتباع الغرام يعني راه ديسپونيبل تقريبا الغرامات اللي بغيتي فيها دوز عندي ان شاء الله بخيبي نوريها لك فوالا. هذيك اللي في يدك اليسار دونك بالنسبه اللي في يدي اليسار بالنسبه لي انا راه هي هذه. هاد الكوردون داير 600 درهم اللي هي 12000 ريال فوالا. هاد الكوردون داير 600 درهم اللي هي 12000 ريال كيجي غزال. اختي غورميطا ديال الثمن وي لالا حياه بالنسبه للغورميطا ديال اليد راه ديسپونيبل ولا اللي في يديك اللي في يديك. دونك بالنسبه اللي في يدي انا كاينه هذه درافينيتي دايره 2300 درهم اللي هي 140000 ريال. هادي 140000 ريال و لو كوردون داير 600 درهم اللي هي 12000 ريال. سمي علي يوسف وكريم والله يسر ليكم ان شاء الله. مبلغه سيدي الله يخطيك شكرا بزاف مرحبا. اختي عفاك ورينا السداده ديال الحلقات الورده. وي لاله نعيمه الله يا ودي مرحبا. فوالا بالنسبه للحلقات ديال الورده هما هادو كيتسدوا بهاد لا فاصون هادي انا نوريك فوالا يعني كيتسدوا بحال هكا فيهم هاد السداده هادي اللي معروفه بخاتي كيجيو غزالين. هادو تا هما في البيسه وحتى بالنسبه للوريده اللي فيهم راها صحيحه وقاصحه وجايه كبيبره يعني باينه في الودن. وعندي كذلك الحلقات ديال الحضور اللي وجدت لكم حتى هما بحال مثلا هاد لو موديل هذا فوالا. هاد لو موديل تا هو غزال كيجيو ما طوالش بزاف وما قصرش بزاف يعني تقريبا قد هنايا فوالا. هادو كيدير الثمن ديالهم 4700 درهم البنات اللي هي 94000 ريال ابري 470 يورو كيجيو غزالين فوالا شي حاجه فريمون رائعه.
فيهم حجره حمراء وهنا حجره خضراء ومشبكين، وهنا فيهم حجرات سيرتي يعني كيجيو ديال الحضور. بالنسبه لمن كيبغيش حلقه طوال، سينو اللي عزيزين عليه حلقه طوال كيما مثلا هذا الموديل، هذا الموديل كيجي غزال هكا في الحضور تلبسو غير بوحديتو كيجي عاطي. هادو كيدير الثمن ديالهم البنات 9500 درهم اللي هي 190 الف ريال، كيجيو فريمون قاصحين، شي حاجه رائعه في البيزه. فيهم حجرات ديال روزاس ولكن ماشي حرين، هادو روزاس الفروزه، حجرات ديال الفروزه وكيدير الثمن ديالهم 9500 درهم اللي هي 190 الف ريال البنات. سلام اختي، الخاتم اللي في يديك جاكور بشحال؟ ويلا لا امي نزار مرحبا. بالنسبه لخاتم الجاكور هو هذا، بون نوريه لكم، فوالا خاتم الجاكور هو هذا اللي لابسه انايا، كيجي هكا صغير بخاتيك، داير 1700 درهم اللي هي 34 الف ريال، 1700 درهم اللي هي 34 الف ريال البنات، فوالا ابيبخي 170 يورو. كيجي شي حاجه قاصحه، كاين حتى لونسومبل ديالو بالنسبه الا بغيتو تكملو لونسومبل راه ديسبونيبل عندنا مرحبا. شحال دايره غورميت صغيره ديال غافينيتي الله يخليك. لا لا نور موكا، بالنسبه لغورميت غافينيتي ما عرفتش دويتي على هذه، بالنسبه لهذه دايره 2300 درهم اللي هي 140 الف ريال فوالا. حلقات اللي قبل بشحال؟ لا فاطمه الزهراء، بالنسبه للحلقات اللي دوزت قبل هما هادو ديال الوريضه، دايرين 750 درهم اللي هي 15 الف ريال، دونك هادو 750 درهم. سينا عندي هادو اللي كنت كنوريكم دابا ديال الحضور اللي دايرين 9500 درهم البنات، 190 الف ريال، شي حاجه رائعه. فوالا بالنسبه للحضور اكيد يعني ان بو بري 950 يورو، شي حاجه غزاله. عندي كذلك هاد لو موديل ديال الحويلقات الطوال، حتى هما شي حاجه رائعه. هادو حتى هما فيهم حجيرات ديال الفروزه، كيتلبسوا بوحديتهم هكا مع التكيشطه ديال الحضور، كيجيو غزالين، ودايرين 9850 درهم اللي هي 195 الف ريال، 9850 درهم يعني ا بو بري 985 يورو، كيجيو غزالين وقاصحين. دونك هادو بالنسبه لي بوكل ديال الحضور وديال ديما. دابا ندوز لكم ان شاء الله للسنيسلات. بالنسبه للبنت اللي سولاتني على جوج سنيسلات في سنيسله وحده، مثلا هذا الموديل هذا راه سنيسله وحده مي فيها جوج، يعني كيهبطوا منها جوج سنيسلات. هذه كتجي هكا مربعه، وهذه على شكل هكا بحال هكا مقمقمه هنايا بحال مثلث، ولو موتيف قاصح وصحيح. سنيسله حتى هي هذه غافينيتي، دايره 2950 درهم البنات، هذه 2950 درهم، شي حاجه رائعه وغزاله في البيسه ديالها فوالا، يعني 59 الف ريال ا بو بري 295 يورو. تبارك الله هادشي عندكم زوين. لهلا يخطيك لالا حليمه، الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف. فوالا الصغيره ديال هذيك اللي في يديك، حيت كاينه الصغيره ديالها. وي لالا نور موكا متفقه معاك، بالنسبه لي صغر من هذه ما عنديش ديسپونبل، انا عندي ديسپونبل هذا القياس هذا فوالا، هاد الدوره هذه اللي صغر منها ما عنديش، مرحبا بك. فوالا عندي كذلك هاد لو موديل هذا ديال الطوسه بلوتو ديال البطه، هذا حتى هو كيجي غزال، فيه سنيسله ديال النيلو والبطه كتكون قاصحه وصحيحه، يعني شي حاجه اللي رائعه في اللبسه. سنيسله كتكون ديال النيلو اللي كتعرفوا رقيقه، ودير الثمن ديالها هذه 29 الف ريال اللي هي 1450 درهم ان بو بري 145 يورو، كتجي غزاله في اللبسه، وتقدروا كاع تبريزونطيوها كوم كادو ولا تلبسوها نتوماياه، كتجي فريمون رائعه. عندي كذلك هاد لو موديل ديال التخطيط، هادو سنيسله ديال التخطيط، حتى هما اللي كيجيو رائعين البنات، ما فيهم لا حجر لا والو، فوالا سنيسله كتكون رقيقه مي صحيحه، شي حاجه اللي غزاله ورائعه في البيسه فوالا. دونك هادو داير الثمن ديالهم 1700 درهم اللي هي 34 الف ريال البنات، ا بو بري 170 يورو، شي حاجه غزاله. عفاك لي براسلي اللي محلولين من الفوق افيك لي بول افيك دي بول. وي لا ايمان الزواقي، بالنسبه لي براسلي محلولين راه ديسپونبل، كاينين اللي فيهم لي بول، كاين اللي فيهم خميسات، انا غنحاول نوريهم ليك دابا، غير بقاي معايا ان شاء الله. فوالا دونك بالنسبه لهاد السنيسله دايره 1700 درهم اللي هي 34 الف ريال، كلشي طوب تبارك الله. بغيت لاباك اكس اللي دايره.
الهلا يخطيك لاله ملك، الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف. بالنسبه لاباك ديال الاكس راه ديسپونيبل، فوالا كيفاش كتجي. فوالا هذه هي لاباك ديال الاكس، دايره 1500 درهم، كتجي قاصحه وغزاله، وكاين حتى الدومي دو ديالها بيان سور اللي كيجينا في النص. فوالا هذه دايره 1500 درهم، كتجي قاصحه وشي حاجه اللي صحيحه. مثلا انا كنلبسها هكا بوغ توجور، ما كديرونجيني ما والو، كتجي فيكس في اليد وشي حاجه اللي صحيحه، او ميم طون روميه يعني اليغونت في اللبسه. عندي كذلك هاد لي موديل ديال هاد السنيسلات، فوالا عندي هاد لي موديل اللي كيجيو حتى هما غزالين. فوالا البنات هادي اللي فيها الفراشه، هنا في البرونز وهنا في الصفر، فيها سنيسله ديال النيلو، وكاينه هاد الفوقانيه فيها سنيسه ديال الفوقصه، لو موتيف راه كي بومبي. دونك هاد الاولى كيجي لو موتيف ديالها كيطرطى، يعني كيف كتشوفوا معايا كيطرطى، ماشي شي حاجه اللي قاصحه، لو موتيف ديالها راه كي بومبي. هاد الاولانيه ودير الثمن ديالها، دونك هاد لا بروميير دايره 900 درهم اللي هي 18000 ريال، وهاد الثانيه دير الثمن ديالها 1300 درهم اللي هي 26000 ريال. دونك هادي دايره 900 درهم 18000 ريال، وهادي دايره 1300 درهم اللي هي 26000 ريال. كتجي غزاله في اللبسه، وشي حاجه اللي كيف قلت لكم تقدروا ديروها كوم كادو ولا تلبسوها، كتجي غزاله. سلام شيماء، وعليكم السلام لاله اهلا مرحبا بكم. غورميت رادكو ديال الايد لاله ام سعد، وي راه موجوده، دونك راه فيها غرامات مختلفين، دوزي معايا ان شاء الله الواتساب نوريها لك، مرحبا بك. عندي كذلك هاد السنيسله الغزاله، شوفوا البنات كيفاش كتجي، هادي سنيسله غزاله كتجي في العنق بحال هكا وهابطه من هنايا، فريمون رائعه. ودير الثمن ديالها هادي 1650 درهم اللي هي 33000 ريال، فوالا 33000 ريال ا بو بري 165 يورو، شي حاجه فريمون غزاله. فين المحل ديالكم لاله امال؟ حنا مجوهرات اميره اللي كنتواجدوا في مدينه سطات، بالضبط في زنقه الذهبيه رقم 61، وبيان سور تنديروا لا ليفريزون غراتويت بارتو في المغرب فيا بوست امانه، مرحبا بك. دونك هادشي بالنسبه للبنات اللي جداد معانا، كنعاود نذكركم باش تعرفوا، مرحبا بكم. عندي كذلك هاد لو موديل، هادو شي حاجه غزاله، شوفوا هاد الطوسه كيفاش دايره، هادي طوسه كبيره جايه رائعه، لو موديل ديالها جديد، شي حاجه قاصحه هابطه فيها الدميعه من الوسط، سنيسله ديال شوبار، ودير الثمن ديالها 2600 درهم اللي هي 52000 ريال ا بو بري 260 يورو. وعندي هاد لو موديل ديال كارتي اللي هنايا فيه لي فيس وهنايا فيه حجيرات، شي حاجه اللي قاصحه البنات وصحيحه، فوالا كتجي فريمون غزاله في اللبسه. دونك الاولى دايره 2600 درهم اللي هي 52000 ريال، وحتى الثانيه دايره 2600 درهم اللي هي 52000 ريال. دونك هادو دايرين 52000 ريال، يعني ا بو بري 260 يورو. سلام شيماء، عافاك الخاتم درافينيتي كبير البري ديالو. لاله اميره وزوجي، بالنسبه للخاتم درافينيتي كيدير تقريبا شي 2300 درهم، 46000 ريال فهاد لي زونفيرون تقريبا. عندي كذلك هاد لو موديل ديال السنيسله ديال الحنش، كتجي حتى هي رائعه البنات. هاد لو بوندونتيف ديال الحنش كيجي قاصح، يعني فريمون قاصح وصحيح، وفيه سنيسله ديال النيلو الرقيقه، هادي سنيسله ديال النيلو اللي كتكون رقيقه، ودير الثمن ديالو 1700 درهم اللي هي 34000 ريال، كتجي شي حاجه اللي غزاله في البيزا. فوالا 34000 ريال 1700 درهم. فوالا البنات لو بوندونتيف ديال الحنش كيجي قاصح، يعني ا بو بري 170 يورو. سلام شيماء، عافاك بغيت نشوف خواتم زواج حجره تكون كاغي، وي لاله سو كاينه بقاي معايا ان شاء الله، عندي واحد لو موديل مجده ليك هنايا غير بقاي معايا، تبارك الله عليك لاله سكينه. دونك دابا ندوز لكم البنات لي غورميت، شي حاجه تاني خفيفه وغزاله. كاين مثلا هاد لو موديل هذا الرائع، فوالا هاد الاولاني اللي كيجي كامل سيرتي بالحجر، وكيدير الثمن ديالو 1600 درهم اللي هي 32000 ريال. هذا فيه جوج خطيطات ديال السنسله، كيجي غزال في اللبسه، وهاد لو موتيف اللي هنا تيكون قاصح، يعني فريمون قاصح. عندي كذلك هاد لو موديل هذا اللي مسيرتي بالحجر وهذا بلا حجر، وفيهم هاد الكرات هنا كيلعبوا، يعني هاد الكرات اللي هنا تيكونوا تيلعبوا. بالنسبه لهاد الثانيه والثالثه كيدير الثمن ديالهم 1600 درهم حتى هما، اللي هما 32000 ريال.
هذه 32000 ريال وهذه حتى هي 1600 درهم كتجي فريمون رائعه في اللبسه ديالها وشي حاجه غزاله. وهذا كاين حتى لونسوم ديالو كامله البنات الا بغيتو. عندي كذلك في لي غورمات فوالا في لي غورمات عندي هاد لي موديل فوالا هادو اللي كيجيو في البرونز الاولاني هذا كيجي في البرونز في هاد لي موتيف هنايا قاصح مسيرتي بالحجر وهنايا سنيسله فيهم هاد لي غوت بحال دميعات هابطين حتى هي كتجي غزاله في اللبسه. بالنسبه للاولانيه دايره 1400 درهم اللي هي 28000 ريال ا ببري 140 يورو. وبالنسبه للثانيه والثالثه دايره 1200 درهم اللي هي 24000 ريال ا ببري 120 يورو البنات كتجي غزاله فوالا. بغيت خواتم ديال الزواج وي لا ساره بالنسبه لخواتم ديال الزواج راه ديسپونبل غير بقاي معايا ان شاء الله نوريهم لك. جبت لكم شي موديلات اللي خفاف وشي موديلات اللي ثقال بقاو معايا ان شاء الله نوريهم لكم. عندي كذلك هاد لي موديل فوالا البنات هاد الموديل غزال في هاد لو موتيف هنايا اللي كيكون حتى هو قاصح وغليظ وسنيسله رقيقه وفي هاد لي دو غوت هنايا اكيد كتكون هابطه من هاد الخميسه. ودير الثمن ديال هاد الاولى 1700 درهم البنات اللي هي 34000 ريال. وعندي هاد جوج هنايا اللي هابطين منهم خميسات اكيد خميسات راه مسيرتين بالحجر هنا مقلوبين فوالا نحاول نقادهم لكم. خميسات ديالهم مسيرتين بالحجر كتقدروا تلبسوهم مع ليمون تلبسوهم بوحديتهم صديقو على كل واحد يعني كيجيو خفاف وتستعملوهم بوغ شاك جوغ فوالا. دونك هاد الثانية والثالثة دايرين 1300 درهم اللي هي 26000 ريال فيهم ثلاثه الخميسات تيكونوا قاصحين وخاصني رقيقه حتى هي كتكون صحيحه. دونك الاول كيدير 1700 درهم اللي 34000 ريال وهادو اللي فيهم ثلاثه الخميسات دايرين 1300 درهم اللي هي 26000 ريال فوالا. فيهم ثلاثه اللوينات هنا برونز هنا الابيض هنايا الصفر كيجيو غزالين كيف قلت لكم على لي مونتر فوالا البنات. عندي كذلك هاد لي موديل ديال لي غورمات فوالا هادو حتى هما اللي ناقصين في الثمن فوالا. عندي هادو اللي فيهم هنايا اربعه ديال لي بابيون جوج ما مسيرتين جوج مسيرتين بالحجر وفيهم جوج ديال لي فوا ديال السنيسله داير الثمن ديال هاد الاولى 1850 درهم البنات 1850 درهم اللي هي 35000 ريال ابري 185 يورو. عندي الثانيه اللي فيها خميسه هنا وهاد الرجيله حتى هي كتجي غزاله ودايره 1000 درهم اللي هي 20000 ريال البنات. وعندي هاد الثالثه ديال الفراشه هادي ما عنديش الثمن ديالها شوف لي هادي دونك هاديك الفراشه نشوف لكم لو بري ديالها دابا. سينو كاينين هادو الاناناس الغزالين اللي كنتو سولتو عليهم البنات راه عاودنا جبناهم دابا راه ديسپونبل اون ستوك ان شاء الله فوالا البنات كيجيو غزالين. هادو دايرين 2400 درهم اللي هي 48000 ريال كيجي فيهم هنايا هاد لي موتيف هنايا بحال الدوفان هنايا هاد لو كينزو هنايا هاد الدويره هادي فيهم سنيسه الشوبر اللي كتكون صحيحه وهاد الاناناس هنايا حتى هي كتكون قاصحه وكيجيو غزالين في اللبسه. بغاسلي غافينيتي عافاك لالا ناديا بالنسبه للغافينيتي دويتي واقيلا على الكوغميت دونك بالنسبه للغورميت هي هذه دايره 2300 درهم اللي هي 140000 ريال. بالنسبه لهاد الغورميت البنات هذه اللي فيها الفراشه دايره 1600 درهم فوالا اللي هي 32000 ريال ا ببري 160 يورو 1600 درهم البنات. اكيد هادو الاناناس كيف قلت لكم راهم ديسپونبل دابا اون ستوك دايرين 2400 درهم اللي هي 48000 ريال كيجيو غزالين في اللبسه واكيد صحاح وكاين حتى لونسوم ديالهم كامل. اختي نشوف الخاتم اللي في يديك اليمنى ويلا لا مالك بالنسبه للخاتم اللي في يدي اليمنى هو هذا فوالا هذا باتشا هذا ديال باتشا ماشي رافينيتي هذا باتشا كيجي حتى هو قاصح داير 1500 درهم اللي هي 30000 ريال. وعندي حتى هذا ديال جاكوار هذا غافينيتي دير 1600 درهم اللي هي 32000 ريال البنات. عندي كذلك هاد الكوغميت الغزاله اللي كتجي في هاد لو موتيف الله يبارك فيك لاله ليلى بروحو شكرا لك بزاف لاله يخطيك شكرا بزاف لاله ليلى الله يبارك فيك
فوالا. بالنسبه للغورمات كاينه هذه دايره 900 درهم اللي هي 18000 ريال. كيجي فيها اكيد هاد لو موتيف راه كيبومبي كيف كتشوفوا معايا هنا، راه كيبومبي غير ماشي بزاف، كاينين اللي كيبومبي وكثر منه، دونك هذا كيبومبي مي ماشي بزاف كوميم. الورقه ديالو جايه قاصحه حيت هادو كيتصاوبوا باللازير. فوالا البنات كتجي شي حاجه روميه، يعني كاين اللي كيبغيها واخا كتبومبي يعني لحافظتي عليها كتبقى غزاله، كتجي زوينه في اللبسه. دايره 900 درهم اللي هي 18000 ريال. فوالا شي حاجه غزاله. غورميت غافينيتي اي بوندونتيف غافينيتي يكون كبير شويه. لالا امينه بالنسبه للبوندونتيف غافينيتي راه ديسپونبل، دوزي عندي ان شاء الله بريفي نوريه لك. وبالنسبه لا غورميت راه هي هذه فوالا، لا غورميت غافينيتي هي هذه دايره 2300 درهم اللي هي 140000 ريال، كتجي غزاله حتى هي في اللبسه. الله يسر لكم، اللهم امين. لالا ليلى الهلا يخطيك، شكرا بزاف. السلسله اللي في عنقك عافاك. لالا الهام بالنسبه اللي في عنقي راه هي هذه فوالا، السلسله اللي في عنقي هي هذه كدير 7800 درهم، جاي فيها هذا الموتيف قاصح ومسيرتي مزيان، دايره 7800 درهم، شي حاجه غزاله. عندي كذلك هذا الموديل ديال الفراشات، دونك هذا راه ديجا وريته لكم، هذا الموديل ديال الفراشات في الكورميت فوالا 1850 درهم هادو. وكاينين هادو حتى هما اللي فيهم خميسه ورجيله، دايره 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. الله يخطيك لاله فاطمه يزينيه، شكرا بزاف. دونك دابا ندوز لكم كذلك لهاد لي غورميت الخفاف. فوالا كاين هادو ديال كينزو، فوالا كاين هادي وهادي دايرين 600 درهم البنات، وهاد الاولى دايره 800 درهم، دونك هاد الاولى دايره 800 درهم، هادي وهادي دايرين 600 درهم. عاد كاينه هذه الفراشات غافينيتي حتى هي غزاله، نحاول نوريها لكم. هذه كتجي غزاله البنات في اللبسه، فيها ثلاثه الفراشات في ثلاثه ديال لي كولور، هذه عندي منها كنلبسها دائما، شي حاجه غزاله رقيقه مي صحيحه. في هاد لي بابيون هنا قاصحين، وحده في البرونز وحده في لارجونتي وحده في في الدوغي. هذه دايره 1200 درهم اللي هي 24000 ريال البنات، كتجي غزاله هابطه فيها الخميسه غافينيتي فوالا 24000 ريال، يعني ا ببخي 120 يورو فوالا. الاناناس غورميت لالا كوثر بالنسبه للغورميت اناناس هي اللي دوزت قبيلات، دايره 2400 درهم اللي هي 48000 ريال، يعني كتجي زوينه في اللبسه وشي حاجه اللي صحيحه، يعني هاد لي موديل د اناناس تيكونوا قاصحين وصحاح. عندي هاد لي موديل تاهما اللي جاو جداد غزالين حريم السلطان الكبار فوالا، عندي فيهم حجره خضراء وحجره حمراء، داير الثمن ديالهم 2600 درهم هادو اللي هي 52000 ريال. لالا ام رجاء وشيماء السرتله ديال 3، مرحبا بك لالا ام رجاء. بالنسبه للسرتله راه ديسپونبل عندي ديال 7، مي الا بغيتي 3 ماشي مشكل، كاين ديال مفتول وسام كاين ديال عظم، شوفي انت على حسب اللي بغيتي راه ما كاين حتى مشكل موجودين. فوالا عندي كذلك هادو كيف قلت لكم دايرين 2600 درهم اللي هي 52000 ريال. وكاينه هذه اللي فيها هاد القشيوشات درافينيتي فوالا، هذه القشيوشات مي هذه درافينيتي اللي فيها قشيوشات كبار ماشي صغيورين، حيت كاينه صغيورين دايره شي 32000 ريال، هذه فيها لي موتيف كبار، هذه داير الثمن ديالها نشوف لكم داير الثمن ديالها 2200 درهم اللي هي 44000 ريال، فيها حجيره في الخضر وحجيره في الاحمر كتجي غزاله، 2200 درهم اللي هي 44000 ريال. دونك فوالا هذه كيف قلت لكم 2200 درهم اللي هي 44000 ريال البنات، كتجي غزاله وزوينه في اللبسه. ا ببري 220 يورو، لي موتيف ديالها قاصحين، كتعرفوا لي موتيف دغافينيتي تيكونوا شي حاجه اللي قاصحه. دابا ندوز لكم لي زونسومبل، وجدت لكم هنا شي حاجه اللي خفيفه اللي تقدروا تلبسوها بوغ توجور، بحال مثلا هذا لو موديل ديال زيزوار فوالا، بحال هذا لونسومبل ديال زيزوار فيه لي بوكل سنيسه بالبوندونتيف حتى هو كيجي غزال، والخويتم ديالهم. دونك هاد لونسومبل كامل داير 2600 درهم اللي هي 52000 ريال البنات، هذا 2600 درهم 52000 ريال، يعني ا ببري 260 يورو، كتجي غزاله فيها سنيسله الحويلقات والخاتم وبثمن جد مناسب. عندي كذلك هذه اللي فيها هاد لي شوبار هادو، حتى هي كتجي زوينه
وحتى هي دايره 2600 درهم اللي هي 52000 ريال. سلام شيماء، عافاك، بغيت نشوف سلسله بالعلاقه 3 دي اوفال ما تكونش كبيره، يعني جيل ديما بالحلقه ديالها بليز حبوبه. لا ام تسنيم، بالنسبه ل 3 دي ما موجدهاش قبالتي، كاين شي سلسله 3 دي اوفال ما تكونش كبيره بزاف؟ كاينه كبيره، ما كايناش صغيره ديالها، كاينه هنا راه نحاول نوريها لك حيت ما موجديناش قبالتي، مي غنحاول نوريها لك. لا ام تسنيم، وبالنسبه للحلقه ديال 3 دي راه ديجا وريتهم، فوالا حلقه ديال 3 دي الاوفال راه هما هادو، فوالا كيفاش كيجيو هما هادو، دايرين 1300 درهم اللي هي 26000 ريال. دونك بالنسبه لونسومبل كاين هذا اللي فيه هاد لي شوبار كيجي غزال، ودير الثمن ديالو حتى هو 2600 درهم اللي هي 52000 ريال، ا بو بري 260 يورو، فوالا 260 يورو، شي حاجه غزاله ورائعه. واش دوزتي لي باك ديال المارياج ولا مازال؟ لا نانا وهي، بالنسبه لي باك ديال المارياج لا مازال ما دوزتهمش، بقاي معايا ان شاء الله نحاول نوريهم دابا. فوالا دونك هادو هما لي زونسومبل اللي حاولت نجيب لكم دابا. دونك ندوز لكم لي باك، لي باك دو مارياج. البنت اللي سولتني على لا باك دو مارياج اللي يكون فيها لو سوليتير مربع هو هذا، فوالا كيجي فيها هاد لو سوليتير مربع، كتجي غزاله 2300 درهم البنات، كتجي غزاله اللي هي 140000 ريال. فوالا فيها هاد لو سوليتير هكا مربع، كيجي حتى هو غزال. عندي كذلك هاد لو موديل، هذا حتى هو موديل غزال ديال مارياج، كيجي عاطي العين ودير 2350 درهم اللي هي 47000 ريال. كيجي فيه هاد لاليونس هكا غليظ، ولو سوليتير هاد لا مارغريت هكا صغيوره، وبخاتيك تقدروا تلبسوه ديما، كيجي بخاتيك. فوالا لادريس سي فوبلي لالا الهام، حنا كاينين في مدينه سطات بالضبط في زنقه الذهبيه رقم 61، مرحبا بك. فوالا كتجي غزاله. عندي كذلك هذا الموديل، هذا ديال 3 دي ما فيه لا حجر لا والو، غير في المارغوري ديالو اللي فيه حجيرات هنايا، سينو هو 3 دي كيجي ما فيه لا حجر لا والو. ودير الثمن ديالو هذا 2600 درهم اللي هي 52000 ريال، كيجي قاصح وصحيح ديال ديما، 2600 درهم اللي هي 52000 ريال. فوالا توريا جمال، هذيك الخاتم اللي في يديك الاخرى شحال؟ بالنسبه للخاتم اللي في يدي الاخرى هو هذا، هذا دير 1500 درهم اللي هي 30000 ريال، وكاين هذا اللي هنايا دير 1600 درهم اللي هي 32000 ريال. دونك نكمل معكم على لي باك ديال المارياج. كاينين هاد لي موديل اللي كيجيو هكا تريفين، شي حاجه اللي رقيقه او ميم طون تيكونوا راقيين وروميين، دايرين 1400 درهم اللي هي 28000 ريال. فوالا فوالا كتجي غزاله. حشوم عليك، سولتك ما جاوبتيش على السرت لام في تولو سامبل الثمن. الله يرضي لاله خديجه، غنكون غير ما قريتش لو ميساج ديالك. بالنسبه للسرت ديال مفتولو سامبل هذيك كتباع الجرام، يعني دابا دايره 7200 الجرام. اختاري مثلا الموديل اللي بغيتي مفتولو سامبل، القياس اللي بغيتي فيه والكغاماج، كضربيهم في 7200 كيعطيك الثمن. فوالا دونك هادو دايرين 1400 درهم اللي هي 28000 ريال، هذا 1400 درهم 28000 ريال، كيجي رقيق و اون ميم طون رخيص في الثمن ديالو. كاين هاد لو موديل حتى هو غزال، كيجي حتى هو رقيق وعاطي العين، ودير الثمن ديالو 1500 درهم اللي هي 30000 ريال، حتى هو جد مناسب في لو بري ديالو. اختي غورميت غافينيتي اللي في يديك شحال لو بري؟ لالا هند عبد الحق، بالنسبه لهاد الغورميت دايره 2300 درهم اللي هي 140000 ريال، هادي 140000 ريال كتجي حتى هي غزاله. عندي كذلك هاد لو موديل، هذا حتى هو اللي كيجي رقيق وغزال، ودير 1400 درهم اللي هي 28000 ريال. سلسله خميسه غافينيتي لالا شامة اصيل، بالنسبه لخميسه غافينيتي كاينين بزاف لي موديل، ما عرفتش شنو وحده دويتي عليها، غتكوني دويتي على ديك الكبيره اللي هابطين منها خميسات اخرين، راه ما بقاتش عندي ديسپونبل، ولكن غتكون هنا السيمانه الجايه ان شاء الله. عندي كذلك هاد لو موديل هذا في لاباك ديال مارياج، فوالا هادو كيجيو من الفوق كيعطي لي فيبلي راهم جوج، ومن هنايا راه غير واحد، يعني باك وحده ومن الفوق بحال لي جوج.
كتجي قاصحه وصحيحه ودايره 2300 درهم فوالا اللي هي 140000 ريال. واش كتليفري وعافاك جاوبيني وي لا لا ايمان كنديروا لا ليفريزون غراتويت بارتو في المغرب يعني فيما كنتي كنصيفطوها لك عن طريق بوست امانه مرحبا بك فوالا. ما جاوبتينيش بوندونتيف اللي لابسه لا لا اسيا بالنسبه للسنيسه اللي لابسه انايا هاي كيفاش كتجي فوالا البوندونتيف ديالها كيجي هكا كبير وقاصح. دونك انا عندي الثمن ديال السلسله بالبوندونتيف ديال 7800 درهم. لا بغيتي بوندونتيف بوحديتو دوزي عندي بريفي ان شاء الله نشوفك الثمن. دونك السلسله مع لو بوندونتيف دايره 7800 درهم كتجي صحيحه وقاصحه او ميم طون شي حاجه اللي غزاله كتلبسوها هكا بوحديتها كتجي روميه الحمد لله. سينو عندي كذلك هادو موديل ديال لاباك دو مارياج فوالا اللي كيجيو فيها جوج ديال لي باك د البنانه والوسط سوليتير دايره 1800 درهم البنات اللي هي 36000 ريال كتجي غزاله او ميم طون روميه في اللبسه. بالنسبه البنات اللي كيبغيو شويه لي باك يكونوا شارجي وعاطين فوالا. اختي حوالق غافينيتي ديال الكورمات اللي دايره في يدك بشحال؟ لا لا ماليه بالنسبه لحوالق غافينيتي كاينين بزاف لي موديل الا كنتي كدوي على اللي كيجيو فيك صغيورين دايرين تقريبا شي 30000 ريال سينون اللي كيجيو طوال هادوك على حساب كل حاجه والثمن ديالها مرحبا. دونك هادو هما لي باك د مارياج اللي كنت باغي نوريكم. كاين باقي ليا هاد لو موديل اللي كيجي اليونس فوالا هذا اليونس كله مسيرتي بالحجر ودير الثمن ديالو 2100 درهم اللي هي 44000 ريال 42000 ريال. هذا 2100 درهم 42000 ريال فوالا. عندي كذلك باك دو مارياج اللي كتجي كبيره بالنسبه للبنات اللي كيبغيو لي باك يجيو هكا كبار فريمون هذا كبير لو سوليتير ديالو حتى هو جاي كبير. لاليونس كذلك جاي غليظ هذا داير الثمن ديالو 4500 درهم البنات اللي هي 90000 ريال. هذا 4500 درهم ا ببري 450 يورو. ريبون مو سيفو بلي لا لا بشرى ما قريتش لو ميساج ديالك عاودي صيفطيه لي نشوف فوالا. دونك هذا كيف قلت لكم داير 4500 درهم اللي هي 90000 ريال البنات. دونك دابا ندوز لكم لي باك شي حاجه بوغ توجور شي حاجه خفيفه. كاين مثلا هذا لو موديل هذا البنات كاين بحال هذا لو موديل اللي كتجي فيه بحال هاد لافان كليف صغيوره هنا صغيوره وهنايا كبيره عليها شويه داير 1600 درهم اللي هي 32000 ريال كيجي غزال. واش كنخلصوا في الامانه ملي كتوصلوا للكوموند ولا كنخلصوا قبل؟ ويلا لا حفيظه بالنسبه لو بايمون راه على ليفغيزون يعني كتخلصي عاد كيعطوك الامانه ديالك سور بلاص ملي كتوصلك ان شاء الله. اما ملي كتكون مثلا غير شي سنيسه غتصوبيها كوموند ولا هذا هي اللي ممكن كتدفعي لها افونس قبل سينو الا اختاريتي شي حاجه ديسپونبل عندنا في لو ستوك راه ملي كتوصلك كتخلصيها وكيعطيوها لك سور بلاص. سلام شيماء غورميت لي في يديك شحال؟ وعليكم السلام لا سناء. بالنسبه للغورميت لي في يدي هي هذه دايره 2300 درهم اللي هي 46000 ريال كتجي غزاله في اللبسه دغافينيتي فوالا. عندي هذا الجاكوار حتى هو من لي باك اللي كيجيو غزالين ديال ديما داير 1600 درهم اللي هي 32000 ريال. انا جاي عندكم مرحبا بك لالا حنان الله يودي. واش هادشي ذهب 24؟ لا 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 سمسم هادشي ذهب عيار 18 كاره اللي كيتباع في المغرب كامل فوالا. عندي كذلك هاد لاباك هاد لاباك ديال فراشه اللي كتجي حتى هي رائعه والثمن ديالها داير فقط 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. دونك هادو دي باك اللي ناقصين في الثمن. هذا داير 1000 درهم اللي هي 20000 ريال بشرى منار ثمن السلسله ديال 7. شوف السرتله شوف لي السرتله ديال 7 شحال دايره السرتله. بالنسبه للسرتله ديال 7 كاينين فيها بزاف لي موديل غنحاول نقول لك ديال الفتولوسام واخا هي على حساب الغرامات ديالها اكيد حيت كتباع الغرام مي غنحاول نقول لك لو بري ديال شي وحده عندي هنا ديسپونبل 65 درهم فوالا. هذه الفراشه دايره 1000 درهم اللي هي 20000 ريال 23500 درهم. دونك بالنسبه للستريت ديال 7 مفتول وسامبل دايره 23800 و500 درهم 23500 درهم اللي هي 2,70,000 ريال عاوتاني على حساب الغرامات. عندي كذلك هذا الموديل هذا البنات فوالا هذا ديال البابي ديال الورده اللي فيها الوريده هذه داير 1400 درهم اللي هي 28000 ريال البنات.
هذا الشيء زوين يزين ليا مكلا فاتحه مرحبا. فين كاين المحل الامان؟ حنا مجوهرات اميره اللي كنتوجدوا في مدينه سطات وبالضبط في زنقه ذهبيه رقم 61. مرحبا بك. فوالا عندي كذلك هاد لي موديل غزالين هادو يلاه عاجاو حتى هما. فوالا هذا كتجي هاد لاباك كلها مشبكه وفيها حجيرات هنا في الراس يعني كتجي بحال شي سميطه. فوالا شوف لي هادي شحال دايره. فوالا فوالا بالنسبه لاباك كيفاش كتجي كلها مشبكه وفيها السيرتي غير من القدام سيرتي ديال الحجيرات. فوالا ومن هنايا كتجي كلها سامبل. دونك هادي دايره 1300 درهم اللي هي 26000 ريال. هادي 1300 درهم البنات 26000 ريال كتجي غزاله. عندي كذلك هاد لو موديل اللي كيجي على شكل معين كلهم سيرتي بالحجر وديال ديما ودير الثمن ديالو 1200 درهم اللي هي 24000 ريال. هذا 1200 درهم 24000 ريال كيجي غزال. وعندي كذلك هاد لو موديل هذا ديال التخطيط كيجي حتى هو رائع في البيسه ديالو. شوف لي هذا الثمن. دونك راه نشوف لكم الثمن ديال لاباك التخطيط. سينو كاينه هذه الجاكوار حتى هي اللي لابسه انايا. فوالا هذا اللي كيجي الجاكوار كله قاصح حتى هو صحيح. عطيني شي موديل ديال السركات 7. فوالا البنات بالنسبه لهذا ديال التخطيط دير 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. هذا اللي فيه تخطيط 18 درهم. فوالا البنات كاين هذا الموديل هذا السرتله ديال العظم. هادي السرتله ديال العظم فيها 7 هادي تقريبا فيها 47 غرام فاصله 6 ودايره 18000 درهم اللي هي مليون و160 الف ريال. 18000 درهم مليون و160 الف ريال كتجي غزاله فيها 7 ديال الدمالج وقاصحه. هادي ديال العظم. فوالا فوالا كتجي غزاله. دونك نكمل مع لي باك نحاول نوريكم دي موديل ديال لي باك اللي كيجيو كبارين وغلاط. ديجا وريتكم اللي كيجيو خفاف دابا نحاول نوريكم بالنسبه للبنات اللي كيبغيو دي باك يكونوا عامرين بحال مثلا هاد لي موديل هذا غزال. هذا حتى هو يلاه عجا. فوالا هنايا كيجي شي داخل في شي كيجي غزال. هنا مسيرتي بالحجر وهنايا سامبل. دونك هذا كيدير الثمن ديالو 3500 درهم اللي هي 70000 ريال البنات. كيجي غزال فريمون قاصح وشي حاجه اللي تري زيليغون. دابا تلبسوا هاد لي باك هادو كيجيو تري زيليغون. عندي كذلك هاد لو موديل هذا حتى هو غزال حتى هو فيه سامبل وفيه سيرتي بالحجر داير 3350 درهم اللي هي 67000 ريال البنات. فوالا 67000 ريال. عندي كذلك هاد لو موديل فوالا كاين هاد الموديل ديال الكلو. هاد الكلو اللي كيجي هكا غليظ انا كبير عليا ونحاول نوريه لكم كيجي هكا حتى هو غليظ جاي بحال الكلو بلوتو الكلو. هذا هنايا سامبل هنا مسيرتي بالحجر داير 4300 درهم اللي هي 86000 ريال. فوالا هذا داير 86000 ريال كيجي حتى هو غزال وقاصح. عندي كذلك هاد الموديل هذا حتى هو شي حاجه غزاله داير 3200 درهم اللي هي 64000 ريال. 3200 درهم 64000 ريال البنات كيجي غزال ا بو بري 320 يورو. ورينا حبيبا نبايل ماشي براسليات لالا حسنة هلال. بالنسبه لموجده قبالتي هما البراسليات اما نبايل دوزي عندي ان شاء الله الواتساب نوريهم لك. مرحبا بك لحسنة. فوالا عندي كذلك هاد لاباك هادي حتى هي اللي كتجي غزاله. كاين حتى هاد لاباك اللي كتجي غزاله ديال فيرزاتشي كتجي بحال هكذا بحال اكس. هنايا صفراء وهنايا بيضاء حتى هي كتجي غزاله ودايره 2800 درهم اللي هي 56000 ريال ان بو بري 280 يورو. تبارك الله عليك شيماء راكم نوره بنتي ربي يعطيك ما تتمنى. لالا يخطيك لالا سناء الله يبارك فيك شكرا لك بزاف اللهم امين لالا يخطيك شكرا. فوالا هذه دايره 2800 درهم اللي هي 56000 ريال. وعندي كذلك هاد لاباك هادي اللي كتجي ديال شانيل نحاول نوريها لكم هنايا. هادي لاباك ديال شانيل كتجي كلها سامبل وفيها شانيل هنا من الوسط.
دايره 2500 درهم اللي هي 50000 ريال، كتجي لاباك قاصحه وعامره من الداخل وصحيحه فوالا. دونك دابا كملت مع لي باك، ندوز لكم ان شاء الله السنيسه ديال الحضور ولي بغاسلي اللي وجدت لكم هنايا قبالتي. دونك كاينين دي بغاسلي اللي مناسبين في الثمن بالنسبه ديال الحضور. دونك نوريكم سنيسلات ديال الحضور، كاين مثلا هاد لو موديل هذا فوالا البنات، كاين هاد لو موديل اللي كيجي فيه هاد لو بوندونتيف كامل مخرم وفيه حجيره في الحمر الوسط، من هنايا كيجي عامر شي حاجه اللي قاصحه وصحيحه، وفيها سنيسه ديال الايبي اللي طويله وحتى هي قاصحه وصحيحه، ودير الثمن ديالو هذا 9500 درهم اللي هي 190 الف ريال البنات. 9500 درهم ان ببري 950 يورو، شي حاجه غزاله. عندي كذلك هاد لو موديل البنات اللي كتجي فيه هاد البوندونتيف كبير وعاطي العين، وكله هكا فيه تخرام وفيه حجيرات، وهنايا جوج حجيرات في الخضر، كيجي خاوي من الداخل مي قاصح وصحيح، وفيه سنيسه ديال الايبي الغليظه، يعني هادي سنيسه الايبي الغليظه وطويله، وجاي الثمن ديالها هادي 12900 درهم، 12900 درهم اللي هي 1,058,000 الف ريال البنات، ابوبخي 1290 يورو. بالنسبه لسنيسه الرقاق لابتسام ديجا دوزتهم ان شاء الله، دوزي معايا بريفي ولا عاودي لو لايف راه كيبقى اونجيستري، غادي تلقايني دوزتهم ان شاء الله. مرحبا بك. بوندونتيف طوسه كبيره، واش جبتوها ولا مازال؟ لا لا امينه، بالنسبه للبوندونتيف ديال الطوسه الكبيره راه هي اللي دوزت دابا شويه، ما عرفتش واش هي عليا جدويتي ولا لا. فوالا بالنسبه للبوندونتيف ديال الطوسه كاينه هذه، هذه ودوك الاخرين اللي تنوريهم لكم دائما ديال 26000 ريال، وكاينه هذه، هذه اللي دايره 52000 ريال، ما عرفتش واش هذه عليا جدويتي ولا لا. دونك بالنسبه للسنيسه ديال الحضور كاين كذلك هذا لو موديل، كيجي فيها دي بوندونتيف هكا صغير، يعني ما صغيرش بزاف وما كبيرش بزاف، جي هكا متيول مع سنيسه ديال الايبي اللي كتكون رقيقه طويله، ودير الثمن ديالو 7900 درهم. دونك هذا 7900 درهم البنات، كيجي غزال فوالا. لو بوندونتيف جاي خاوي من الداخل مي قاصح وصحيح، اكيد سنيسه ديال الايبي اللي كتكون غليظه بلوتو رقيقه وطويله فوالا. عندي كذلك هاد لو موديل البنات، هاد لو موديل ديال بوندونتيف هاد الحضور حتى هو كيجي صغيور ما عامرش من الداخل مي قاصح، وفيه سنيسه ديال الايبي حتى هي اللي كتكون غليظه وطويله فوالا. دونك هادي دير الثمن ديالها 6800 درهم البنات، 6800 درهم يعني ابوبخي 680 يورو فوالا، يعني 136000 ريال البنات، كتجي غزاله. دونك هادو بالنسبه للسنيسه ديال الحضور اللي وجدت لكم قبالتي، وكاينين اللي بغاسلي اكيد بحال هاد لو موديل هذا اللي كيجي رائع، كيجي عاطي في اللبسه ديالو في الايد، ودير 8500 درهم البنات. من هنايا جاي كله منقوش، وهنا فيه ثلاثه الحجيرات في الخضر، 8500 درهم اللي هي 170 الف ريال، ان ببري 850 يورو فوالا. حنان بول مودن السلسله بوحدها اللي 130000. لا بالنسبه للثمن اللي كنت كنقول قبيله ديال السلسله البوندونتيف بجوجو، يعني السلسله البوندونتيف ديالها. عندي كذلك هذا لو موديل هذا، هذا اللي كيجي حتى هو كامل مشبك وفيه حجيره في الاحمر وجوج هنايا في الخضر، ودير الثمن ديالو 5000 درهم اللي هي 100000 ريال، ابوبخي 500 يورو، كتجي غزاله فوالا. كاينه هذه اللي تقريبا بحالها، يعني ابوبخي كاين واحد الاختلاف بسيط في الحجيره هنا اللي الوسط في لو ديزاين، هذه داير الثمن ديالها حتى هي 5000 درهم اللي هي 100000 ريال، ابوبخي 500 يورو اونصوم دغافينيتي عافاك. ويلا لا صابرينا بالنسبه لونصوم دغافينيتي راه ديسپونيبل، كيدير تقريبا شي 7200 درهم. دونك دوزي معايا ان شاء الله الواتساب نوريه لك. وكاين هاد لو موديل هذا اللي كيجي حتى هو مشبك وغزال وفيه حجيره خضراء الوسط، كيجي فريمون رائع، شي حاجه اللي صحيحه تقدروا تلبسوها في الحضور وكتجي عاطيه العين،
اكيد هنا الا بغيتو تمغيو شي براسلي مع لونسوم ديالو راه ديسپونيبل. دونك كنتمنى ان اللايف ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ولي زارتيكل ديال اليوم حتى هما، ويكون لايف خفيف ظريف عليكم. وان شاء الله ما تنساوش نتلاقاو في لايف جديد ان شاء الله الاربعاء الجاي والسبت الجاي حتى هو، ولا لا يخطيكم علينا. شكرا بزاف، اعانكم الله.